السلام عليكم حلقة يوم أمس بدأنا بالمقدمة عن أصحاب التأثير عن العالم نيوتن تحدثنا عن العالم كبلر اليوم ثلاث علماء أصحاب تأثير على نيوتن في مسيرته العلمية غاليلو وديكارت وفرانسيس بيكون إلى حد ما إذن البداية مع غاليلو في سنة 1609 سوف يقوم هذا العالم غاليلو بتحويل زوج من العدسات إلى آلة أتاحت له تكبير الأشياء هذه الآلة هي التلسكوب أدارها نحو السماء وبالتالي رأى كوكب المشتري رأى أن كوكب المشتري يحتوي على مجموعة كبيرة من الأقمار وليس مثل الأرض قمر واحد وليس بالتالي الأرض هي مركز المجموعة الشمسية حد الآن مكتشفين 79 قمر لكوكب المشتري هذه الأقمار كلها تدور حوله مثل ما تدور الكواكب حول الشمس إذن في كتاب القصير الرسالة الفلكية الذي أصدره سنة 1610 صرح أيضا بأن القمر يحتوي على جبال وكذلك على أودية وكذلك على أوديه وانه مجره درب التبانه تحتوي على مئات الاف من النجوم اذا سنه 1612 سوف يزيد في تحدي النظرية التقليدية القديمة التي كانت تقضي بأن السماء مثالية أو منزهة من العيب كيف؟ عندما دار هذا التلسكوب إلى الشمس أثبت أن الشمس بها بقع بالتالي ليست مثالية كبلر أضاف قانون الثالث في كتاب انسجام العالم او انسجام العوالم اللي كتبه سنه 1619 الذي ينص انه بالنسبه لاي مدار كوكبي فان مكعب متوسط المسافه بين الشمس والكوكب يتناسب طرديا مع فتره دوران الكوكب حول الشمس. بالوقت اللي دحضت به اكتشافات غاليلو بكل فاعليه الاعتقاد في كمال السماء عن طريق البقع الموجوده بالشمس كانت لهذه القوانين للعالم كبلر اهميه محوريه بالنسبه لنيوتن عن طريق اثبات الفرضيات الاساسيه في كتابه كما سنرى فيما بعد المبادئ الرياضيه لحد الان لم تنتهي تلك العلوم او الاسهامات من هذا العالم غاليلو في القرن السابع عشر في اعماله العلمية في علم الفلك بالتحديد سنة 1632 سوف يقدم بكل شجاعة كتاب عظيم آخر اللي هو الحوارات هذا الكتاب عمل حاول بيثبت يثبت أن النظام الكوبرنيكي عن طريق العالم كوبرنيكوس هذا النظام الكوبرنيكي للعالم هو النظام الصحيح البقية معروفة تم وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله حتى نهاية حياته سنة 1642 نفس السنة التي ولد فيها نيوتن على الرغم من أنه قبل أن يتوفى ببضعة سنوات ألف كتاب آخر حوار البراهين الرياضية هذا الكتاب الذي ألفه سنة 1638 لم يشفع له لا علوم ولا غيرها بالبداية قبل غاليلو كبلر كان أرسطو يفترض أن الأجسام المقذوفة إلى السماء أن هذه الأجسام مقذوفة في أي اتجاه هي تعرضت في البداية لحركة عنيفة ثم فيما بعد رجعت الطبيعة الأولية، سيطرت عليها الحركة الطبيعية هذه الحركة اللي دفعت الجزيئات الأرضية للجسم إلى الأسفل نحو موضوعها الطبيعي لا جاذبية ولا شيء أرسطو ذهب أيضا إلى أن الأجسام تسقط بسرعات تتناسب مع وزنها الثقيل يسقط أسرع من الجسم الخفيف وبذلك سوف يعلن غاليلو في كتاب الحوارات أن مسار المقذوفات هو عبارة عن قطع مكافئ هذا قطع المكافئ المكون الرئيسي بي لأي جسم يكون بالقرب من سطح الأرض لذلك يمكن التعبير عنه بقانون هذا القانون ينص إنه أجمالي المسافة التي تسقط منها الأجسام مع أي وزن أو حتى أي حجم رأسيا تتناسب مع مربع الوقت المستغرق في عملية السقوط هذا قانون بأكمله كذلك أوضح أن الأسباب الفيزيائية للجاذبية هاي صعب مو صعب لا هي غير ذات أهمية بالواقع هو يؤكد أنه سوف تكون بالغة الصعوبة في اكتشافها لكن نيوتن سوف يكتشفها إذا فيما بعد سوف يحدث تعارض آخر مع العلوم الأرسطية بأسرع من خلال إظهار انه عدد من الظواهر في المجال الارضي يمكن حسابها رياضيا. ارسى هذا العالم له قواعد علم الميكانيكا الحديثه التي تصطدم بالكامل مع علوم ارسطو. لذلك ممكن ان نقول انه انتصار علوم نيوتن باكملها هي مستمده من قاليله تقريبا وسوف يوضح هذا الامر باكمله في كتابه العظيم المبادئ الرياضيه اللي كانت الاساس للعديد من الظواهر الطبيعيه ذكرها في هذا الكتاب على اعتبار ان الرياضيات هي الاساس سوف ناتي الى بعد اخر او عالم اخر سوف يقوم بتهيئه الارضيه للعالم نيوتن الانجليزي فرانسيس بيكون هذا العالم الفيلسوف الانجليزي فرانسيس بيكون نفس الوقت اللي كانوا بجاليلو وكذلك كبلر عاكفين على وضع علوم الفلك وكذلك الميكانيكا كان هذا الفيلسوف فرانسيس بيكون يوضح فكره جدا مهمه ما هي هذه الفكره؟ هذه الفكره يقول انه هذا العالم الطبيعي افضل طريقه لفهم هذا العالم الطبيعي هي ان نندمج مباشره مع هذا العالم الطبيعي بدلا من التعامل على بدلا من التعامل مع هذا العالم الطبيعي على نصوص سابقه ارسطيه او مقدسه او غيرها يجب ان نذهب الى الطبيعه ونندمج معها وبالتالي سوف نحصل على ما نريد. اذا ذهب هذا العالم بيكون الى انه اجراء مشروع مفيد الى انه اجراء مشروع مفيد للبشريه هذا المشروع اللي ممكن يفيد البشريه هو عباره عن تعاون عن طريق توحيد الاهداف في الفلسفه الطبيعيه. اثبت انه حتى الاكتشافات الاخيره ببغداد اللي عن طريق اكتشاف قاره امريكا وكذلك اكتشاف المحيط الهادي هي باكملها بسبب التعاون البشري وكذلك اشاد بالتطورات اللي حدثت بالفنون وبالحرف هاي باكملها عباره عن تعاون لذلك ابدا هذا الفيلسوف ملاحظات حول حقائق منفصله من شان هذه الحقائق المنفصله ان نزيد معرفتنا بالعالم عن طريق التوحد لذلك التجارب المصممة جيدا هذه التجارب من شأنها أن تقوم بتحليل العالم الطبيعي وبالتالي نستفيد منها عن طريق تحليل أجزاء الأساسية المكونة له وعن طريقها نستطيع أن نستخلص المعلومات المفيدة عن طريق أن نستطيع أن نعرف جميع أسرار العالم والحقيقة أنه لم يكن جميع الذين المعادين لأرسطو هم بت يعني بالضروره مؤيدين للعالم غاليلو ابدا لم يكونوا الكل مؤيدين لمشروع غاليلو وعلى اعتبار انه غاليلو العلوم هي الطريق الصحيح الملائم لكشف الحقائق العلميه نصل الى عالم اخر اللي هو ديكارت الذي كان معارض لغاليليو بنفس الوقت اللي معارض به لارسطو ديكارت وصف وصف جدا دقيق او معقد لنوعيات البنى متناهية الصغر عكس غاليلو اللي كان متجه إلى السماء عن طريق مرصد هذا متجه إلى المواد متناهية الصغر عن طريق المجهر قال انه هذه المواد متناهية الصغر الموجودة بالعالم هي شكل أساس العالم المادي بأكمله لذلك هذا العالم والفيلسوف الفرنسي افترض انه الظواهر المتواجدة في العوالم بأكملها أو في هذا العالم من حولنا هذه تشبه الماكينة أو الماكينة هذه الظواهر باكملها بها ايضا مستوى غير مرئي هو اللي يحركها هو الاساس لذلك افترضت فلسفه هذا الفيلسوف او لنقل افترضت فلسفه الميكانيكيه وجود عالم مجهري هذا العالم يكون غير مرئي ما هو بالكلابات والبراغي اللي يقوم بربط العوالم مع بعضها تماسك العناصر الموجوده في هذا الكون اذا فلسفه هذا الفيلسوف فسرتك ظواهر واسعة النطاق على غرار أمور أخرى مثل المغناطيسية مثل الحرارة مثل الجاذبية مثل الكهرباء بأكملها تم تفسيرها من خلال نشاط دوامة شمسية هذه دوامة شمسية عملاقة سوف تقوم أو تخلف آثار كبيرة على الظواهر الأرضية من خلال قذف أشكال متعددة من المواد من الماده اذا صار عندنا ديكارت وغاليلو فرانسيس بيكون هؤلاء باكملهم قاموا بمناهضه العلوم وكذلك المنهج الارسطي وايضا شاركوا في تاييد كبلر للمنهج الكوبرنيكي يعني حالهم هؤلاء باكملهم ايدوا النظريه الكوبرنيكيه التي تقول انه بمركزيه الشمس وان كان ديكارت قام بهذا الامر سرا لان كان يخاف من تبعات اللي ممكن تحدث بسبب الكنيسة لكن بنفس الوقت ديكارت اتهم العالم غاليلو بأنه يبني علوم بدون أساس يقول أن التفسيرات العلمية ينبغي أن تصاغ جميعها في إطار الأسس الميكانيكية المجهرية الطبيعية لاحظ أنه غاليلو كان يتجه للسماء هذا يتجه إلى كائنات أو مواد غير مجهرية يعتبرها هي أساس العالم لذلك سوف نرى لاحقاً كان هذا العمل إلى تأثير مباشر مهم جداً لذلك الشاب الذي يدرس في الجامعة سوف يكون إلى تأثير جداً مهم سرعان ما صار متأثر بهذه العلوم ويكون على اطلاع كبير بعلوم غاليلو كبلر وكذلك فلسفة ديكارت وخصوصاً كتاب الهندسة لديكارت. اذا كان تعليم نيوتن في البدايه عندما دخل الى الجامعه وهو يدرس كان تعليم عادي يعني لم يكن به شيء مميز او حتى دروس صعبه ابدا كان يعني يا دوب يدرس الادب اللاهوتي وكذلك يدرس المعلومات او المعارف الارسطيه اللي كانت مقرره حسب المنهج لذلك لربما يكون هذا الاستاذ الجامعي بارو استاذ الرياضيات هو اثار اهتمامه وزيد رغبته بالرياضيات الجاده لذلك دون نيوتن في دفتر ملاحظاته انه قرا كتاب ديكارت الهندسه كتاب الهندسه هذا الكتاب المعقد وتاثر بهذا الكتاب الى درجه جدا كبيره وايضا باستخدام الهندسه التنسيقيه الديكارتيه بسبب ديكارت اتقن جميع المعادلات المعادلات اللي عرفت لك المقطوع المقطوع المخروطي او المقطوع المخروطيه المتنوعه مثل الدوائر مثلا المقطوع المتكافئه مثلا القطوع الدائريه الناقصه الزائده وغيرها باكملها لذلك على الرغم من انه كما ذكرنا في الحلقه قبل السابقه انه نيوتن استهان بالرياضيات الاقليدسيه استهان بانجاز اقليدس خصوصا في كتابه المهم العناصر لكن مع ذلك فيما بعد سوف يكون احترام كبير لهذا العالم وكذلك أوبالونيوس أيضا العالم اليوناني الشهير ويتخذ منهجهم قالب معياري لجميع الأعمال الرياضية فيما بعد إذا قرب نهاية سنة 1664 سوف يكتشف نيوتن كيفية قياس درجة انحدار أي منحني عند أي نقطة ويدخل في علوم معقدة جدا صعبة رياضية إلى درجة لكن بالنتيجه سوف يكتشف التفاضل ثم يدخل في علوم وعلوم اخرى ورياضيات اغريق على ديكارت على كذا ثم يكتشف التفاضل اذا يكتشف التفاضل والتكامل ويبعث برساله الى ليبنز الفيلسوف الالماني المقيم في فرنسا يترتب على كل ذلك انه يضع هذا العمل العبقري في مقال هذا المقال رائع سوف يصدر سنة 1666 اللي هو ممكن نعتبره عبارة عن أطروحة هذه الأطروحة سوف تصنف نيوتن على اعتبار أعظم رياضي بالعالم ماذا عن التفاحة مشهورة هي قصة التفاحة اللي سقطت على رأس نيوتن أو سقطت أمامه وهو تحت شجرة هاي القصة المتداولة عن التفاحة اللي سقطت على نيوتن نعرف هي كانت حسب ما يقال الدافع اللي حفزه على التفكير في المقارنه بين امرين بين بدا يسال مع نفسه ما هي القوه التي جعلت هذه التفاحه تسقط الى الارض؟ بنفس الوقت ما هي القوه المطلوبه اللي حافظت على القمر ان يبقى في مداره لا يسقط؟ هي القصه الاشهر على الاطلاق في تاريخ العلوم وبشكل عام سواء كانت هذه القصه صحيحه ام مختلقه على نيوتن. ففي الوقت الذي كان بكل الأحوال نيوتن يقوم باكتشافات الرياضية العظيمة، كان عاكف على توسيع نشاطه من أجل أن يمتد إلى سلسلة استثنائية من الأبحاث العلمية في الميكانيكا تجعل أول من يوحد القوة الحاكمة للحركات على الأرض وبنفس الوقت على السماء. نيوتن سوف يوحد جميع القوانين في هذا الكون بأكمله. إذا بحسب اعترافه يبدأ نيوتن بصياغة رؤى جديدة باكتشاف القانون الذي يظل بموجبه الجسم في مداره يبقى هذا الجسم يدور في مداره سرعان ما سوف يصوغ على أك... على اثر ذلك سلسلة من قوانين الحركة هذه القوانين التي صاغها نيوتن بقي سنين طويلة تقريبا لمدة عشرين عام عاكف على تاليف كتاب مبادئ الرياضيات وغيرها دائما كان يصحح في هذه القوانين قوانين الحركه. اذا يكتب نيوتن في اوائل سنه 1665 ما يزيد عن مئة قانون، ما يزيد عن 100 حقيقه بديهيه عن الحركه. تشمل لك مفهوم القصور الذاتي الاساسي. بعد ذلك سوف يقوم نيوتن بالبحث في مسار الجسم الذي يقذف من جوانب مربع مغلق وسوف يتوصل أو يدرك نيوتن أنه استطاع معالجة مشكلة هذه المشكلة هي ليست جديدة بل أثيرت منذ عهد غاليلو إذا ما هي هذه المشكلة هي بالضبط تحديدا النسبة بين القوة التي تحافظ على ثبات جسم على الأرض اللي هي الجاذبية وبين القوة الطاردة المركزية يعني ميل الجسم للانطلاق في الفراغ بعيدا عن الارض. اراد ان يبحث هذين الامرين. اذا نيوتن بشكل عام قرر ان القوه الاولى هي الجاذبيه، هو لم يقل يعني جاذبيه في وقتها بصريح العباره، هي العجله الناتجه عن السقوط الى الارض. اما القوه الثانيه فهي القوه الطارده المركزيه اللي من ان تدفع الجسم الى فوق بعيدا عن الارض. اذا نيوتن خلص الى ان القوه الجاذبيه أقوى من القوة الطاردة ب 350 مرة كيف استنتج نيوتن أن القوة الجاذبة التي تسحب الجسم إلى الأرض أقوى ب 350 مرة من القوة التي يعني تدفع الجسم بعيدا عن الأرض أعتقد شخصيا وأنا غير مختص بالفيزياء أبدا أعتقد شخصيا أنه من شأن الجاذبية يعني نيوتن لربما قام بهذه الـ العملية اللي سوف أرويها الآن إنه مشاهد عندما ترفع جسم إلى الأعلى سوف يقوم بالسقوط هذا الجسم خمس أمتار بالثانية الواحدة الجاذبية تسحبه بنسبة خمس أمتار بالثانية الواحدة أما القوة الطاردة بعيدا عن الأرض سنتيمتر واحد أعتقد هناك مسألة رياضية أعرفها هذه المسألة الرياضية تطرح 350 من واحد سنتيمتر العفو تطرح خمس امتار اللي هي تنزل من الواحد سنتيمتر اللي ارتفع اتوقع راح يطلع 350 المهم اذا بفعل تاثير نيوتن حسب مشهد سقوط التفاح على الارجح سوف يقوم باواخر ستينات القرن السابع عشر سوف يقوم بمقارنه بين ميل القمر للابتعاد عن الارض وكذلك بين القوه الجاذبيه على سطح الارض هذه الاشكاليه ايضا ليست جديده وايضا اشار اليها قليلا نيوتن سوف يجعل القمر بعيد عن الارض بحوالي 60 قطر دائره ارضيه كيف لا اعرف يعني لربما هو حسب ما يقال قاس المسافه من مركز الارض الى خط الاستواء استنتج نيوتن انه ميل جسم ما للابتعاد عن خط استواء الارض يعني قوتها الطارده المركزيه يفوق ميل القمر للابتعاد عن الارض ب 12 مره ونص هنا راح يثبت قانون اللي هو انه القوه الطارده المركزيه للقمر تساوي قوه الجاذبيه للارض على سطحها بمقدار كم؟ تتذكرون 350 نضربها في 12 ونص سوف نحصل على رقم اللي هو 4325 هذا الرقم عظيم في نفس المخطوطة اللي كتب بها المعلومة واللي توصل إلى هذا الرقم 4325 في نفس المخطوطة اللي أجرى عليها هذه العمليات الحسابية المعقدة سوف يشتق نيوتن قانون التربيع العكسي للمسافات للقوى المؤثرة على جسم دوار كيف؟ قام بدمج قانون الخاص لقوة جسم الدوار في من؟ في قانون كبلر الثالث سوف يحصل على نتيجة تذكرون هو الآن حصلنا على رقم 4325 سوف يحصل على رقم يتوافق بشكل تقريبي مع هذا الرقم اللي هو 4325 كم؟ سوف يحصل على رقم اللي هو 3600 اللي هو المطلوب لقانون التربيع العكسي، بمعنى ان الفرق بيناتهم يعني بسيط تقريبا يعني 700 او اقل. ما هو سبب هذا الفرق؟ نيوتن كان يتصور بان الفرق هو ناتج لتاثير الدوامات الارضيه، لكن لا فيما بعد سوف يعرف ان الاختلاف هو بسبب قياسه الخاطئ لحجم الارض، القياس اللي كان في وقته لحجم الارض اللي تكلمنا عنه المسافه من مركز الارض الى خط الاستواء، لذلك نيوتن سوف يرى في هذا الجهد الخرافي بالفعل وهو جهد ليس بالهين اسبقيته على ابتكار قانون الجاذبيه، بالفعل كلامه صحيح، لكن مع ذلك هذا الجهد، هذا الجهد العظيم والمدهش كان بنقطه. النقطة هي أنه افتقد العديد من العناصر اللي سوف تثبت فيما بعد في نظرية العظيمة هذه الحلقة وشكرا لكم